الجويه في الجنوب الدمشقي، بالاضافه يعني اشتباكات عنيفه على محور كوم الحجر. ولكن الحمد لله اليوم او منذ قليل عناصرنا من الجيش الحر، من ابطال الجيش الحر، استطاعوا قتل يعني اكثر من 9 عناصر من هؤلاء الميليشيات المجرمين الذين يذبحون المدنيين عندما يدخلون اي بلده. بالاضافه يعني اليوم هناك حشود على محيط بلده المليحه، يعني ايضا كان هناك يعني برفقه هؤلاء المجرمون ميليشيات ايرانيه. يعني اليوم الميليشيات الايرانيه تحارب بقوه الى جانب بشار الارعن في ظل يعني سياسه اباده السنه المتواجدين في المدن السوريه. يعني أخي مازن، نريد أن نفهم سبب تركيز الميليشيات الإيرانية الصفوية على أحياء دمشق الجنوبية وعلى الريف الجنوبي، هل هو فقط بسبب وجود مقام السيدة زينب أم لأسباب أخرى؟ استاذ، الكل يعلم ان حزب الله اللبناني وميليشيات ايران وحزب ولواء ابو الفضل العباسي يريدون ان يتخذون منطقه، والكل يعلم منطقه وسطى يعني تمتد من لبنان عبر حمص الى العراق، يريدون احتلال تقريبا سوريا من الوسط، ثم يمتدون وينتشرون في كافه المدن السوريه. لكن الحمد لله الجيش الحر استطاع صد هؤلاء المجرمين وقتهم. بالنسبة لما يعني نتحدث عن هؤلاء الإيرانيين، هم ليس لحماية يعني المواقع الذين يتحدثون عنها كالسيدة زينب والسيدة رقية، بالإضافة لعدة يعني مقامات، هم يريدون قتل السنة حصرا في سوريا وليس هذه المقامات الذين يزعمون أنهم يحافظون عليها. نعم، على كل حال أشكرك جزيل الشكر مازن الشامي الناشط الميداني وإعلامي، كنت معنا من دمشق ريفها، وكما كان يتحدث